الأرقام الأن المالية العمومية ديال الدولة المغربية في صحة جيدة بالأرقام الرسمية، لدرجة أن الحكومة كتولي تشكك في المصادر الرسمية. إيوا هذه راه المعطيات إما جاية من البنك المغرب وإما جاية من أس بي وإما جاية من المدير العام للضرائب. طبعا تحيي تخلد الكونفدرالية الديمقراطية الشغل هذه السنة، عيد الشغل الأممي أو عيد العمال الأممي، واحد النوع من الغضب احتجاج والمرارة بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ ما اتفق عليه وما تم التوقيع عليه اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة الشق المتعلق بالزيادة في الأجور. التزمت الحكومة السنة الماضية أنها غتلتزم أنها غادي توفى بالالتزام ديالها، كذلك الشق المتعلق بالتخفيض الضريبي وفق الأشطر، ثم كذلك التزمت أنها غدير الدرجة الجديدة بالنسبة للموظفين، لأن وضع الموظفين وضع صعب منذ سنوات. وللأسف لم تلتزم الحكومة، تلكأت، وكل مرة كتقول غنديروا لجنة، نديروا آلية، نديروا شوفوا كيف غادي نديروا. بل أكثر من ذلك، في مقابل هذا الشيء اللي كدعي أن الظرف الدولي غير مناسب، وحنا كنشوفوا كلنا أن ثمن المحروقات في السوق الدولي انخفض، المغاربة ما بقاوش يعني المغاربة ولاو متبعين ما يحدث على المستوى الدولي، وكنشوفوا ذاك التوقعات السوداوي اللي كانت ديال الحرب الأوكرانية الروسية ما كايناش، يعني ما كاينش شي أثر كبير سلبي، وبالتالي كل التخوفات ما كانتش. وأكثر من ذلك المالية العمومية للمغرب في وضع حسن، كنقول حسن مزيان، المداخل كاينة ديال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتحويلات، وما دخل الفوسفات ضربت في ثلاثة، هادشي كلشي قلنا لهم بالمعطيات الرسمية ديالهم. وأكثر من ذلك الحكومة جايبة مقترح ديال ضرب المكتسبات اللي هو ديال التقاعد، حنا كنسموه مقترح تخريبي، وحنا تبعنا كاملين ما يحدث في فرنسا، كنشوفوا المجتمع المغربي الفرنسي كله خرج عن بكرة أبيه، أحزاب ونقابات ومجتمعات ومواطنين، لأن هادشي كيعنيهم، كيعني الأمن الاجتماعي ديالهم، كيعني الحماية الاجتماعية والتقاعد. وماكرون سمعنا كامل التصريح ديالو، قال لك هو زاد غير في السن العمل، ما قربش للعناصر الأخرى، حنا عندنا قربوا كل شيء، خربوا كل شيء، ويزيدوا في العمر ديال العمل، ويزيدوا في الاقتطاعات، وينقصوا في الاستفادة، بغى يديروا كل شيء، وبالتالي يعني بغى يخلوا المغاربة ملي خرجوا سن التقاعد يسعاو. هذا الشيء ماشي صحيح. حنا كنطلبنا من الحكومة، حنا ككونفدر قلنا تسحب هذاك المشروع المقترح، هي كتقول لنا ماشي رأيها، ديال مكتب دراسات، كنقول لها تحمل مسؤوليتك، وكذلك كنقول لها هناك جزء من المطالب ديالها لا تكلف ديرها من واحدا، وتلك المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، لأنه لا زال التسريح والطرد كاين، وبالتالي الحكومة خصها تبقى مكتوفة الأيدي. وتحية نضالية. واش كتعرفوا أن الدولة عندها الحقيقة أن كاع الناس اللي عندهم لي باغل كاع اللي موفر شي حاجة ستستهلكها.